السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي. نستكمل معا منهج الرياضيات في درس جديد صفحة 18. درس اليوم العد التسلسلي قبل بعد بين. ناخذ التمهيد الأول، اكتب رمز العدد الممثل. أخذنا في الحصة السابقة طرق التعبير عن العدد، قلنا إن في عندي أكثر من طريقة من طرق التعبير عن العدد. عرفنا إزاي نعبر عن العدد باستخدام قطع دينيز أو باستخدام المعداد الحسابي أو بالاسم المطول أو رمز العدد أو الاسم اللفظي. هذه كلها طرق عبرنا بها عن العدد. المعداد اللي أمامي منزلة الآحاد 1 2 3 4 5، أي أن خمس يا أبطال في عندي هنا في منزلة الآحاد 5 وحدات. أحسنتم، 5 وحدات. منزلة العشرات يوجد خرز موجود؟ لا، إذن لابد أن نضع صفر. ليه بنضع صفر؟ لحفظ المنازل، راعين. منزلة المئات نعد مع بعض، 100 200 300 400 500 600 700، أي أن منزلة المئات 700، أي 700. نقرأ العدد 705، 705. هنكتب العدد أهو 705، والعدد اللي أمامنا رمزه 705. بارك الله فيكم. السؤال اللي بعده، نفس المعداد ولكن سوف نحدث بعض التغيير فيه. هذا المعداد يا أبطال سنضيف إليه بعض الأشياء ونحذف منه بعض الأشياء، بعض الخرزات. اكتب رمز العدد الممثل على هذا المعداد. طب المعداد، هذا المعداد اللي أمامنا في عندي منزلة الآحاد نعد 1 2 3 4 5 6 7، إذن الآحاد 7. العشرات 1 1 10، 1 10. المئات 100 200 300 400 500 600 700 800، أي أن هذا العدد كم يا أبطال؟ هذا العدد اللي أمامنا يمثل، من يقرأ هذا العدد؟ رائعين. 817، هذا العدد 817. وعرفنا إن في عندي 7 في الآحاد، 7 وحدات كتبناها، 1 في العشرات 11، 8 في المئات 800، وقرأنا العدد 817. بارك الله فيكم. ننتقل إلى أكمل سلاسل الأعداد الموجودة أمامي. 6 7 8، رائع. بعد 8 9، بعد 8 كام؟ 9. أحسنتم، 6 7 8 9، إجابة صحيحة. 25.27، إيه ما هو العدد الذي يقع بين 25 و27؟ نعم، إجابة صحيحة هو 26. بارك الله فيكم. صح، نطلع الكتاب صفحة 18. تعلم العدد 600
41 يأتي مباشرة قبل العدد، شايفين 641، وفي عندي 642، وفي 643، يعني في ثلاث مراكب، كل مركب تحمل اسم، أو ثلاث سفن، كل سفينة تحمل إيه؟ رقم. وكل رقم، كل رقم لسفينة ممثل بمعداد أسفل منه. السفينة الأولى تحمل العدد 641، مثلناها بالمعداد 1 في الآحاد، 4 عشرات، 6 مئات. إذن العدد 641 يأتي مباشرة قبل 642، قبل مباشرة. العدد 642 مثل بالمعداد كما هو موضح أمامنا، 2 في الآحاد، 4 عشرات و600، أي أن 642 تقع بين 641 643. آخر سفينة وهي تحمل الرقم 643، إذن 643 يأتي مباشرة بعد 642. ما شاء الله ممتازين. طب واحد يسأل يقول يا أستاذ 641، 642، 643، اللي بيتغير عندي اللي هي منزلة مين؟ الآحاد. نعم، إجابة صحيحة. نأخذ، اكتب رمز العدد الناقص في كل مما يلي، وممكن ان احنا نستعين ايضا بالمعداد. قبل العدد مباشرة في عندي 234، 234 يأتي قبلها مباشرة، هذه عند منزلة الوحدات، نقص وحدة ضيق واحدة يصبح لدينا 233. بارك الله فيكم. العدد، نقرأ العدد جيدا، 561. ما هو العدد الذي يأتي قبل 561 مباشرة؟ نمثل 561 على المعداد الأول، 561. 1 في الوحدات، 6 عشرات، في عندي 500. العدد الذي يأتي مباشرة قبل 561، أذهب إلى منزلة الوحدات وأخذ منها واحدة، إيه؟ ونطيح منها واحدة، نزيل منها إيه؟ قرزة، كالآتي. طب إذا أول ما حذفنا قرزة من منزلة الوحدات، نقرأ العدد، يصبح 560. 560، نعم، وحدات لا يوجد أي شيء، نضع صفر. العشرات، 11، 12، 3 عشرات، 4 عشرات، 5 عشرات، 6 عشرات. والمئات، 100، 200، 300، 400، 500، أي 560. السؤال اللي بعده، نحن في صفحة 18، اكتب رمز العدد الناقص في كل مما يلي، استعن بالمعداد. هنا العدد أمامنا أبطال 177، 177 179، العدد الذي يقع بينهما اللي هو 178. واحد يقول يا أستاذ كيف عرفنا هذا العدد؟ نقول احنا كنا بنعمل ايه؟ منزلة الآحاد في العدد الأول وجهة اليمين الأصغر نزيد عليها 1،
يعني إذا السبعة هذه نزيد واحد، نجمع لها واحد، واحد زائد سبعة ثمانية، ننزل باقي العدد نفس ما هو، أي 178. العدد اللي بعده 99 أو 101، نفس الطريقة حنزود في منزلة الآحاد واحد، واحد زائد تسعة 10، صفر، ومعاني عليه التسمية بالواحد، واحد زائد تسعة 10، أي أن العدد 100. إذن العدد 100 يقع بين 99 و101. طب العدد، اكتب رمز العدد الناقص الذي يقع بين، نقرأ العدد، يقع بين ايه؟ بين 829 و831. واحد يقول يا استاذ انا عرفت الطريقة، اتي عند العدد الاول الاصغر اللي هو جهة اليمين، ونضيف واحد على الآحاد، نجمع واحد، يلا يا أبطال مع بعض، واحد زائد تسعة 10، صفر، ومعنى إعادة التسمية بالواحد، واحد زائد الاثنين 3، والثمانية تنزل، أي أن العدد الذي يقع بين 829 و831 هو 830، 830. بارك الله فيكم، في طلاب ما شاء الله منتبهين معانا ومعاهم الكتاب ويسجلوا المعلومات حتى يرجعوا ليها في أي وقت آخر. استعن، اكتب رمز العدد الناقص في كل مما يلي بعد العدد مباشرة. 356 العدد الذي يأتي بعدها مباشرة، نجمع واحد على الآحاد، واحد نجمع واحد هنا على الآحاد مع بعض، واحد زائد ستة 7، الخمس عشرات تنزل 5 عشرات، والثلاثمائة تنزل 300، أي أن العدد الذي يأتي بعد 356 اللي هو 357، إجابة صحيحة. العدد اللي بعده 610، العدد الذي يأتي بعد 610 مباشرة. نعم، واحد قال يا أستاذ خلاص عرفنا الطريقة، نأتي عند منزلة الآحاد نجمع واحد، نكتب واحد هنا يا أبطال مع بعض، يلا نجمع واحد في هذه المنزلة، منزلة الآحاد، واحد زائد صفر واحد، والواحد عشرة تنزل والستمائة تنزل، أي أن العدد الذي يأتي بعد 610 611. العدد الأخير 789، 789. عرفنا الطريقة أن احنا نجمع فوق منزلة الآحاد واحد، واحد زائد تسعة 10، صفر، وأعيد التسمية بالواحد، واحد زائد الثمانية 9، والسبعة تنزل، أي أن العدد الذي يأتي بعد 789 اللي هو 790، 790. ننتقل إلى الجزء الآخر، صفحة 19، أكمل سلاسل الأعداد التالية. رقم ألف، أكمل سلاسل الأعداد التالية. نقرأ العدد الأول، العدد الأول يا أبطال 101، يأتي بعده 102، في مكان فاضي العدد، في مكان فاضي العدد، في مكان فاضي العدد، 106 بعد في مكان فاضي، 101، 102، العدد الذي يأتي بعد 102 يا أبطال، بعد 102، رائعين، 103، إجابة صحيحة. بعد 103 نجمع واحد فوق الثلاثة اللي هي بالآحاد، 104، إجابة صحيحة.
ممتازين في طلاب بيتفاعلوا وبيسجلوا عندهم في الكتاب صفحة 19 بخط جميل، اكتب بعد 104 105. بارك الله فيكم. 105 مكتوب عندك في 106، بعد 106 107. بارك الله فيكم، إجابة صحيحة. إذن نكتب الإجابات بخط واضح وجميل ونحافظ على منظر الكتاب. نعيد قراءة الأعداد مرة ثانية. 101 102 103 104 105 106 107. السؤال اللي بعده، اكتب سلاسل الأعداد التالية: رقم باء 600، أول شيء نقرأ العدد، 436. نقرأ العدد جيدا، في عندي مكانين فاضيين، ثم 436، العدد اللي بعده 437 في مكان فاضي، ثم 439. هنبدأ الأول، العدد الذي يقع بين 437 و439 بينهم اللي هو 438. عملنا ايه؟ العدد اللي على اليمين الأصغر زدنا واحد في منزلة الآحاد اللي هي الثمانية. هذا الثمانية اهي نوضحها، الثمانية يا أبطال، هذه الثمانية اللي بالآحاد، جمعنا عليها واحد، يعني واحد زاد الثمانية أصبحت تسعة، والثلاث عشرات تنزل والأربع عشرات تنزل. السؤال اللي بعده، اللي جاء استكمالا لهذا السؤال، 439 العدد الذي يأتي بعدها 440، نجمع أيضا عندنا التسع وحدات، هذه نجمع التسعة نجمع عليها واحد تصبح عشرة، صفر على التسمية بالواحد، واحد زائد الثلاثة أربعة، والأربعمائة أيضا تنزل. العدد اللي بعد 440، أحسنتم، واحد زائد خلاص يا أستاذ عرفنا الطريقة، نضيف في الأحد واحد يبقى 441. في عندي عدد في الأول 436، العدد الذي يأتي قبلها نطرح من الأحد واحد. بارك الله فيكم، صح، هنطرح من الستة واحد تصبح كام؟ خمسة، والثلاثة تنزل، والأربع ما تنزل، أي 435. 435 العدد الذي يأتي قبلها أيضا، صح، نفس الفكرة، عند الأحد ونطرح واحد، والخمسة ناقص الواحد أربعة، والثلاث عشرة تنزل، والأربعمية تنزل، أي 434. 404 إيه؟ وثلاثين. أقرأ الأعداد كلهم مرة ثانية بالترتيب، انتبهوا معي في قراءة الأعداد. 434 435 436 437 438 439 440 441. ننتقل الآن لسلسلة أخرى من سلاسل الأعداد، أكمل. في عندي نقرأ الأعداد الموجودة أمامنا في سلسلة الأعداد، 598، وفي عندي 599 في 601. نبدأ الآن بعد 599 نزيد واحد، إيه العدد الذي يأتي بعد 599؟ فاكرين الطريقة؟ صح، ممتاز، نجمع على الأحد واحد، واحد زائد تسعة عشرة،
صفر على التسمية بالواحد، واحد زائد تسعة عشر صفر، ومعناها على التسمية بالواحد واحد زائد خمسة ستة، أي أن العدد الذي يأتي بعد الخمسمية تسعة وتسعين 600. إجابة صحيحة. طب بعد 600 صح، نجمع واحد على أحد، واحد زائد صفر واحد، والصفر ينزل وستة تنزل، أي 601. طب بعد 601 602 مكتوبة، بعد 602 603 صح، جمعنا عند الأحد واحد. طب العدد الذي يأتي قبل 598 قبلها صح، رائع، ننقص من الأحد واحد، رائعين ما شاء الله، ممتازين، في ناس جالسة منتبهة، ننزل. يبقى إذا نطرح 8 ناقص الواحد 7، والتسع عشرات تنزل والخمسمائة تنزل، أي أن العدد 597. سنقرأ سلاسل الأعداد، كل الأعداد نقرأها. 500 أول عدد، 500 كم؟ 7، 7 وكم؟ رائعين، 597. العدد اللي بعده 598، 599، 600، 601، 602، 603. بارك الله فيكم، ممتازين يا أبطال.